شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. مقطع جديد للفرخات، طيور بدأت الشالع اليوم. طارا عندي اكثر من طير، يعني صعدن بشكال هنا ونزلن. والله يعني الحمد لله لحد هاي الدقيقة ضيعنا بس فرختين او ثلاثة، وهذا باقي الحمام. طبعا ماكو بالقاع ذني اربعة خمسة، ذاك شوي وجعان، راح اشيله عزلة. وذني اربعة جوا تشينات ذني الوانهم طوخ، والباقي كله هناك هسه نايم لي ورا قايم، ما يجن لي جاي، بس انا اجيبن عالجوع. شمرت شوية اكل بهاي الصفحة وبدا الحمام يجي. كله مشغول تكجنة حغلبيته. طبعا جبت السبعين صورت لكم اياها البارحة الفرخات، اليوم بعت منهن تقريبا خمسين لاحد الاشخاص من اهل الانبار. اخذهن الولد اللي يريد يطير منهن وهم يريد يسترزق بين على باب الله. سبت ليها بسعر مناسب، ان شاء الله الله يوفقه ويرزقه. وبقن عندي 19 جوا، راح اعزلن الي ذني، لان شباب الطيور يعني ذني السبعين طيور كلها خط طول وكلها مجربة ومكشوفة واعرفها، فيعني حرامات هي كلها تنباع. فبقيت 19 اللي بقيتها او 20 طيار، راح ابقيها بالمسرح الجو. هسه من انزل اصور لكم اياها، خلي اروح اراويكم اياها دقيقة. خلي هسه بس خلي اشرب شاي، كل مرة صعد الشاي وانسى ما اشرب. اوفا هاي تارة من مدرسة نية. استنزل لكم جوا، اصور لكم اللي بقيت هنا. عندي طلعة بثلاثة ونص، اريد اخلص مني هسه قفلين واروح. خلينا ننزل على الجو بالله. شوفوا شباب هاي ال 19 فرخة اللي 19 او 20 والله ما حسبت انزين اللي بقيت هنا. هني وذني بعد 4 5 خابط لهن اكل. بيها جولدن، بيها كامينجر سليتي، بيها رامبوري، بيها كراسات. خليهن برا ان شاء الله خفيفات ريشة. لان ان شاء الله راح بقيهم بالمسرح. هذا طلع بعد ما يندلع. طلع. هذا نطيه نكل، مو هذا خابط لي نكل. يرد لي المعلف همين طبعا. هاي ان شاء الله هم راح اشيل عندنا اذا الله سهل. نصعد على الفوق.
قفلت الباب. هاي مقفولة. شوفوا بدهن ياكلن شباب. بدهن ياكلن بدهن ينزلن. خلينا نشوف ثاني شنو وضعهن. جمعة إن شاء الله حملة مال تنظيف إذا الله صحت. تنظيف السطح. ناصي وهاي البيتونة همين. الله رازق يوم الجمعة إن شاء الله. اليوم طار واحد جولدن والله ظل يهوش يهوش يروح يجي يفتر فوق السطح ينقلوا له يريدون ما ابد ولا يهتم للطيور فر الدنيا كلها ويجوا بعدين والله شويه قمز الطيور قباله من هذا القفص لهذا القفص نزل شيت ان شاء الله هاليومين ثلاثه بعد ابدا افتح الاشكال كله وثقلين ريشتي احتمال وفرهن مشطلات يراد لي اجيب لي هذا الدكسين العلاج مال الطيور دكسين 2000 ما ادري دكسين 200 ولا ما ادري هذا يفر لي مجال اطلع للسوق مال تنفسيه لان يعني طيور اغلبها عيونها مدمعة يراد لها علاج عبالك قد من وقت اطير الحمر والله ما قدرت عشان عندي عيادة الصبح عمي رحت ف وما لحقت والله لا تنسونا شباب اللايك مشاركة للمقطع دزوا الرابط لاصدقائكم ان شاء الله عن قريب اسوي مسابقة هم اللي يربح ان شاء الله هم نهدي له زوج تحياتي لكم شباب